الثانيه، وقبل ذلك اصطدمت بحميد جاوشي الجزائري صاحب الثمانية ودراما إميل. نقل الكره الى الامام، التغطيه الدفاعيه من قبل اشرف العين، عبد الله الرشيدي اماميه منقوله الى الرحيلي، محاوله الان العين مضايقه دفاعيه الى خطا محتسب لمصلحه دراما لاعب فريق القيصومه في اللقطه الماضيه، هذا الخطا اللي ارتكبه في اللقطه الدرجه الاولى. يتواجد في هذا العام 6 لاعبين غير السعوديين. الان الى خطا لمصلحه فريق جورجي الى خالد السبيعي. خالد السبيعي اعاد الكره الان الى خالد ناشي. خالد توما تهدئه اللعب منقوله، الكره الان ملعوبه لمصلحه اشرف عبد الرحمن الشمري. نقل الكره الى اشرف ابو دراما. اشرف ابو دراما ربما الى خالد السبيعي في الجانب الايسر، وش يفكر فيه نقلها. عبد الله الرشيدي ماشي في الكره الى الامام، نقلها الان في المحاوله من قبل نايف الرحيلي يحاول، ولكن خالد ناش حصل على الكره. نتحدث عن اقوى خط هجوم في دوري يلو، منقوله التغطيه الدفاعيه الان من قبل اشرف ابو دراما وهي جانبيه. اضعف خط هجوم بادخال محمد عطيه بديلا لنواف الحارثي، وايضا التغيير. الكره الان منقوله عند حميد جاوشي يستطيع تسجيل الهدف. اي تغيير، بينما استطاع تسجيل هدف وحيد عن طريق في دوري الدرجة الاولى. الكرة الان منقولة في الجانب الايمن لمصلحة فريق العين، والكرة ارضية الملعب خلص الى رمية جانبية. كرات متناقلة منقولة، الكرة الان من في الجانب الايسر لمصلحة الى علي في الجانب الايسر. علي الكرة إلى الأمام إلى محمد عطية، كرة عب الكرة إلى سليماني إلى القيصومة. الكرة الآن عند ورد سلامة، عند أشرف أبو دراما. أشرف أبو قحطاني، عيد القحطاني ماشي في الكرة، نقل الكرة إلى الأمام، خلصها أشرف أبو دراما في اللقطة. علي نقل الكرة إلى الأمام منقولة، السفياني لعبها منقولة إلى ورد سلامة، نقل الكرة ورد سلامة، عاد الكرة إلى أشرف أبو دراما. أشرف أبو دراما إلى خالد عطية إلى عبد الرحمن، نقلها عرضية ملعوبة، ولكن التغطية محمد أبو شقارة بناء على توجيهات سائر مارشيل يخلص الكرة إلى الجانب الأيمن. الآن دفاعات فريق القيصومة بالمرس الجانب الأيمن لمصلحة القيصومة ملعوبة، محاولة واضح معك التمريرات بين فريق القيصومة وبين فريق العين والقيصومة التي تقام في الجولة. العين تنفذ الرمية الجانبية منقولة في الجانب الأيمن، رشيدي لا تزال عند الرشيدي، نقلها أمامية سبيعي. خالد السبيعي كرة منقولة الآن في الجانب الأيمن أرضية الملعب، خلص أشرف دراما لاعب فريق يستأذن حكم المباراة يدخل إلى أرضية الملعب. الكرة لمصر مصلحه سعيد الزهراني يحاول المرور، كره سعيد الى لمصلحه فريق القيصومه ملعوبه في الجهه اليسرى تحديدا عند اشرف ابو دراما. اشرف ابو دراما نقل الكره الى الجانب الايمن لمصلحه القيصومه. اشرف ابو دراما يحاول المرور، حينقل الكره الى خالد السبيعي، ربما نقل الكره الى الامام، انطلاق حاضر للقيصومه عند 20. اول لقاء جمع بين الفريقين كان في سنة الأولى، استطاع فريق القيصومة الفوز بهدف دون مقابل، ومن الأهداف التي سجلت حتى الآن في دوري الدرجة الأولى للمحترفين. مجموعة من المباريات، 3 مباريات سوف تقام إن شاء الله يوم الأربعاء في دوري خالد الشبراني. نقل إلى أشرف أبو دراما، أشرف أبو دراما إلى خالد السبيعي، خاقل الكرة الآن منقولة عند سليماني. سليماني نقلها الآن عند أشرف